طبعا قلت في المداخله ديالك المتواضعه ان المداخيل الاساسيه ديال كسب الريال هي تفعيل جاويه متقدمه، تفعيل الدستور، هذا ميثاق لا تمركز اللي نادى به جلاله الملك في عده مناسبات اخرها افتتاح الدوره البرلمانيه، ورئيس الحكومه وعدنا انه سيكون عما قريب، وحسب علمي بانه الان سيحال على المجلس الوزاري المقيم، لانه ميثاق لا تمركز مدخل اساسي كذلك لتفعيل الجهويه المتقدمه. طبعا تفعيل الدستور يرتبط ايضا بتحسين الاختيارات خصوصا في مجال الحكامه. الان الحكامه اصبحت منصوص عليها في الدستور، وخص تفعيلها في اختيار الاشخاص المناسبين. يجب اعاده النظر في التاريخ اللي كنقريوه لوليداتنا، خصنا نعرفوا التاريخ ديال بلادنا من طنجة حتى لبويضة. خص ربط المسؤوليه بالمحاسبه وإعادة الثقة للمغاربة في بلادهم وفي وطنهم وفي مستقبلهم. شكرا.